اليوم يريد كل واحد من الأصدقاء أن يلعب لعبة مختلفة. هل أنتم معي؟ هل سيضطرون للتفرق من أجل اللعب؟ أين يمكننا الذهاب حيث يلعب الجميع معاً؟ أعرف مكاناً تتاح فيه تلك المغامرات. عالم الأقلام. فكرة جيدة يميني. الآن يمكن للجميع أن يرسموا المغامرات والألعاب التي يريدونها. لكن أريد أن ألعب فكرتي. يبدو أنهم ما زالوا يفضلون اللعب بمفردهم. وأنا تمنيت اللعب معاً. لو فقط توجد طريقة ليروا أن لعب مغامرة كل واحد معاً قد يكون ممتعاً أكثر. فكرة رائعة يا سعيد. أوه عظيم. أي فكرة؟ وانتهيت. سأدعو هذا المكان قصر الألوان. الآن أرسم وحشاً في الخندق. رغبة ميكي من العصور الوسطى جيدة. هذا القصر كبير بما يكفي ليسعى أصدقائي. يا للفتات. ليسوا هنا. واو، لقد رسمتك أكبر مما ظننت. احذرون، نسيت أن أرسم مقبض باب. ماذا تفعلين يا ميني؟ أرسم نموذجا يساعدني على معرفة كيف أربط مغامرات الجميع معا. هذا أفضل. سيتأرجح للحصول على كنزه. أصلي قفاك يا بيئي. يا يسوف، بيئي ليس هنا. ألا مطفالة، هذا ليس مطفال. أعتقد أن بطوط يتمنى أن يلعب معه أحد. تعتقدين أن الجميع غيروا رأيهم بشأن اللعب معاً؟ أرجو ذلك. رسمت قصر ميكي وكنز بطوط. أظن أن فكرتنا بدمج كل الألعاب ستنجح. انظري هناك، ما ذلك؟ فلنذهب ونرى. جهزت سفينتي. الآن أحتاج رسم الدفة. وسنرفع المرساة. قد قلت ارفعوا المرساة يا بحارة. لقد نسيت. لا بحارة، يا خبر. إن الإبحار في الماء بمفردي ليس ممتعاً. كانت ميني محقة بشأن لعب مغامراتنا معاً. لا يبدو مستمتعاً بالإبحار بسفينته وحده. ثلاثة أصدقاء مشاعرهم مشتركة. هاك، سأسميك مصاصة بريق الرياح. لا أطيق انتظار جولتنا. يا للبط، للأسف أحتاج دفعة من أحد أصدقائي. أهلاً ديدي. هذا مصاصة بريق الرياح. تسعدني مقابلتك. ليس جيداً، لست طويلة لركوب مصاصة. هل أعطيتني دفعة؟ بالطبع. تعرفين يا ديدي، لست الوحيدة التي لم تتفق لعبتها مع توقعاتها. حقاً؟ أجل، لما لا نقوم بتجربة لعب مغامرات الجميع الآن؟ أود ذلك، لنعثر على الباقين. أجل. كل المغامرات التي رسموها كانت ممتعة حقاً. ولكن أليس الأمر أكثر متعة عندما نلعب جميعاً معاً؟ أهو يا بحار. الاهتمام بسعادة الآخرين يجلب متعة أكبر من التفكير فقط في أنفسنا. وإذا كان لابد من دمج المغامرات، فلنفعل ذلك. جيد جداً.